الله يعطيهم العافيه، اللي عم يجيبوا لنا مي بيأمنوا لنا مي، نحن هون عم صار فينا عم نقطع من المي وعم تنقطع الكهرباء، عم تروح الكهرباء عنا يومين وثلاثه وايام جمعه ووقت جمعتين، وكنت رغم نطالب بركي يجيبوا لنا على طول هالمي لهالحي ولاهل الحي، واهل الحي بيشكروا بيشكروا بيشكروا، كل من سعي جبت المي للحاره، والله يعطيكم العافيه.